ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تداولت العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحادثة سير خطيرة بعدما هوت سيارة بصاحبها من على علو شاهق حين فقد السيطرة عليها، هذا وقد تجمع العشرات من المواطنين وتحلقوا حول السيارة التي تهشمت بالكامل وتطايرت أجزاؤها، فيما لم يصب السائق بأي أذى بل خرج منها سالما يمشي على قدميه أمام دهشة موثق الفيديو الذي لم يصدق ما تراه عيناه بفعل شدة الارتطام مشبها الأمر بالمعجزة. وفي هذا الصدد قال أحد النشطاء: شوفوا منين طاح، نقدر نقول هذه معجزة، وهنا غادي تعرفوا القدرة ديال الله وباللي الأعمار بيد الله. أخي الحسن شوف شوف شوف، والله صرمت الطوموبيل بالله، تلاح تلاح قافية داخل زعما شو من اللي ما ماتت السيد هذا معجزة. طلع على رجله، اسمح لي طلع على رجله، طلع على رجله، ياه ما كيدو على رجله فوق، ياه ياه ياه. شوف اخويا بيني وبين هذا ما فهمتش، انا هذا السيد هذا ما فهمتش. شو الحديد تهرس ما بقاش. شوف كاين شي اخي، هذا راه هذا راه، شوف شوف الرويضة، انا ربيتها هنا جاي با با با. قلبت له على واحد التليفون، واش تجبرك التليفون ديالك؟ شوف لا شوف التليفون ديالك، درش الطاح هذا الموتور، هذا يطلع على رجله. اش انت صاحبي يا فايد ربطون تول تول له تول له. واه يا اخي شوف الشك ما فيه بقات معلقه. اشو بيني وبينك السيد باقي له بحبل ديالو طويل، قسما بالله الا باقي بحبل ديالو طويل بالله. شوف الشك ما فيه بقات معلقه. شوف شوف هذه البلاصه هذه اللي مات فيها انايا نجيمو نجيمو سميتو سليمان. انا والله الا قالوا لي بالريبات الحمر قلت الله يغفرنا لا ولا، ان لله وانا راجعون.